السلام عليكم، أنا آسف تأخرت عليكم. هذه التأخيرة بس كل تأخيرة بيها خيرة، وبإذن الله هذه التأخيرة بيها خيرات، مو بس خيرة، راح نتغير باليوتيوب، راح تتغير بحياتنا، راح تتغيرون أنتوا وياي أيضا، لأنه تغييري هو تغييركم. سبحان الله، شخص كل ما ينجح ويقترب من تحقيق حلمه يطلع له أعداء نجاح أكثر، وناس يحاولون يشوهون سمعته أكثر، ويحاولون يغيرون أفكار الناس عن هذا الشخص أكثر، ويحاولون يشتهرون باسمه أكثر. فدائما ديروا بالكم من هذول الأشخاص، ودائما سمعوا من الشخص، وحاول انه تعرف الشخص قبل ما تحكم على الشخص. الحمد لله اللي يعرفني زين، حتى لو يشوف فيديو انا اقول بيه مثلا زنيت ما راح يصدق، لانه يعرف منو اني ويعرف شنو اللي بداخل قلبي وشنو نيتي. قبل ما نبدا الفلوج احب ادعم اخويا المبدع احمد الهيثم، هذا منشد، قناته راح تلقون رابطها اسفل الفيديو. صوته كلش حلو، ينزل شغلات عن الانشاد تعليمية، عن الاصوات، شلون تسوي استوديو، والسوالف هذه كلها تتعلق بالاصوات. حتى اناشيده ان شاء الله بالفلوقات الجايه ابدي استخدمها واحط اسمه. عنده هوايه مقاطع هادفه بقناته، وراح اذكركم بقناته بنهايه هذا الفلوق، راح اسمعكم صوته ايضا ان شاء الله بنهايه الفلوق. ما اطول عليكم ابد، نبدي الفلوق. تايم تو جو تو جيم جايز. اليوم عندي اكسرسايزز الشولدرز، لانه لازم دائما تنوع بالاكسرسايزز، ما يصير تسوي نفس الاكسرسايزز، ودائما لازم تطور وتزيد بالاوزان ايضا على مود تطلع لك عضلات. تخيل فد يوم اصير مثل هذا، اعوذ بالله. شوفوا، ابد ما عرفت الحق مالتي، وكل يوم اساله عليه الى حد ما طلع عندهم خطا 112 دولار. هذا حقك، هذا حلالك، هذا في شيء لازم يعطوك اياه مثل ما باقي الناس محصلين. اللي ينام ويعوف حقه هذا ما راح ينجح بالحياه. واو، حاطين صفحات من القران الكريم، اشاق وياكم، بس شكله هيك عبالك. والحمد لله خلصنا من الجيم والارج كوفي، لان عندي الدراسه الزينه. لازم اعرف الدرجات مقسمة على شنو ايضا، على مود اعرف شنو اللي لازم اكون بيه شاطر او احتاج انه ادرسه عدل، وشنو المو مهم. مثلا الكويزز هاي مو كلش مهمة، واكون منها 10، فعادي اذا عفتها او تأخرت بيها او خليتها اخر شيء، فابدي بالمهم اللي هو الاكزامز مثلا. اليوم الثاني وصلنا على الموعد، فسهم ياخذون السيارة ويبدلوا لي الدهن. بالمناسبة دائما اكو جرائم بامريكا، تعبالكم انه امان وهاي، بس الله الحافظ. نختار النسكافيه اللي نريدها، اعتقد هاي افضل شيء، الخضرة. شوف ايش قد حلو من عندهم، حتى هاي حاطيها مجانا. شوفوا شكل الكامارو شلون كان قديما وشلون صار. اخذها السارون تباقوها. امريكا بهالفترة دا تتغير ودا تصير اشياء غريبة، خاصة ورا ما صار ترامب رئيس امريكا. المهاجرين قاموا قليل يجون هنا، المساعدات كلش قلت، هواي شغلات كلش دا تتغير بامريكا. واو، شوفوا سارونة خطية وين رفعوها. وهاي واحدة ثانية من نوع ثاني، على مود نجرب اكثر انواع. دزيت رسالة لشركة تويوتا على مود يسووا لي سولارة جديدة، او يقولوا لي اذا اقدر ابني اني بنفسي واحدة مثلها. واي فاي مجاني هماكو. نفخوا لي التايارات همينة كانت ناصية. هاي المسافة الجديدة اللي اقدر امشيها. كل كم يوم اجي افتح القرآن على اي صفحة واقراها، ودائما تعجبني هاي الصفحة واقدر اسوي منها حلقة كاملة. والله هلقد ما بيها معاني عظيمة وشغلات رهيبة، يعني صدق احنا هاجرين القرآن ما ادري ليش، والله في شغلات كلش حلوة ونصائح رهيبة. اليوم فتحت القرآن على هذه الصفحة، للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا واصلحوا ان ربك بعدها لغفور رحيم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، يعني الدعوة ما تكون الا بهذه الطريقة. ايش قد اني بحثت عن اديان، ايش قد قرأت عن اديان، ايش قد شككت بديني، لانه الانسان او الترو بليفر لازم دائما يبحث عن الشيء الحق حتى لو هو يعرف انه هو على الشيء الحق. وصحيح انه اكو الاف الاديان، ومو شرط انه انت تولد بالدين الصحيح او عندك الدين الصحيح، لكن اني كل يوم ازداد ايمانا وازداد حبا لديني الصراحه، لان بدي اشوف كل يوم شغلات احلى واحلى. اما هسه وقت الادرينالين، وقت المنسى. Don't wash me، لا تغسلني ابد. يلا نطير. طيارة. ما شاء الله لا قوة الا بالله. وقت الادرينالين عمي. شوفوا الاشجار كلها الاوراق مالتها متساقطة. وهاي مادة الجفرمنت، نشوف فيديوهات ونجاوب وراها على اسئلة تتعلق بالفيديو. وكل يوم نتعلم كلمة جديدة غريبة. شوفوا منو وياي اليوم، البكي. راح نروح نصلي وراها للجيم ونسوي تحديات. يعني شنو رايك بالاكزوست؟ حلو يا رهيبه؟ يا رهيب يا قوي، لامبورغيني عبالك. هذا الحين شحط عمر بعد شو تريدون؟ ايش قاعد تسوي؟ اطلع
هسه جيراننا ممكن يشتكون علينا خطيه، ما يصير هيك نسوي ابد. بعد خلص سويت شويه عدلتها برجلي شويه بس، المهم هذا البارت إلنا بس هذا البارت إلهم، ما يصير يعني دخلنا بخصوصيتهم. بس راح اقول لهم هسه يا لازم تعترف. اول مره القسم هذا من الباركينج يكون كله متروس. واو كل الباركينجز ما تجم محجوز، شنو السالفه؟ شوفوا الازدحام، واو هالمسبح ويجي. اول مره اشوف ميسي يتمشى ويانا بالجيم، خلينا نتعرف عليه. اليوم كله كره طائره يا عمري، انا احب كره الطائره. طبعا ميسي راح يشوف، شوفوا الشوطه، او ماي جاد، جول 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 يا جول جاب جول لك انت شنو انت شنو هالجول الخرافي ميسي؟ يعني انا الصراحه عمري كله ما شايف هيك جول، كريستيانو ما يقدر يجيب هيك جول مثلك صراحه. يحلم بس بالحلم يجوز، هم ما يجيب ما اعتقد. ما راح اقدر اصور لكم لانه انا ما جايب بطاريه اضافيه، بالتالي ما راح اقدر اخلي الكاميرا مفتوحه لفتره طويله، فاحسن لي احتفظ بالبطاريه. تتذكرون عثمان كنا نشوفه بس برمضان؟ وهسه راح نلعب مباراه كلش حلوه، هواياكو عراقيين وعرب، ذاتس كول نايس. ساعتين اذا مو اكثر، الله يكثرني اذا العب طوبه واركض بدون توقف. وهسه وقت العشاء، هاي الشوربه كلش طيبه. ورجعنا للدوام اصدقائي، والله يساعدني على دراستي، ما تصدقون ايش قد صعبه. واعتقد هيك اصدقائي احنا جاهزين لنخوض اياما جديده في الشغل. هو كل شيء سهل وما حاربي ما عدا الدراسه، كلش صعبه وكلش هوايه وامتحانات بيها كلش هوايه و... وكلهم راحوا هسه لازم نظل للفجر هنا. ناخذ جوله سريعه بالموقع. بالمناسبة أو ملاحظة سريعة وبسيطة، أنت تعتقد أنه الشغل سهل والراتب حلو، أوكي أنا متفق وياك، بس ترى المصاريف همينة كل شيء هواية. إذا أنت تجي تعيش هنا كهرباء مي تاكسز شغلات غالية مقارنة أيضا بالرواتب الأنقوية، بنزين تأمين دهن للسيارة شغلات تطلع لك كل شيء هواية، فما تشوف إلا وأنت يا دوب الراتب مكفيك يعني. فعن نفسي أنا بالإضافة لهذه الأشياء أحب التجارة، أحب أصير طبيب بالمستقبل، أي شيء يتعلق بالطب يعني شهادة كاختصار تصير بإيدي. وبداية أو نهاية لازم نحافظ على نفسنا بهذه الحياة، لأنه كلنا راحلون عن هذه الحياة، كلنا راح نترك هذه الحياة وراح نروح للدار الآخر إن شاء الله، هناك الحياة الحقيقية الأبدية. اتونس بهذه الحياة إيش قد ما تقدر، بس لا تطلع عن الطريق المستقيم، وحاول تسوي خير قد ما تقدر، إيش قد ما تقدر تسوي خير حاول تسوي خير. أكثر شغلة بحياتي حبيتها وأبد ما كرهتها، مع إنه دائما الإنسان يكره أو يمل من الشغلة اللي يستخدمها، هي هذه السيارة، ليش ما أعرف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أكثر ناس يخافون الله عادة هم العلماء، الأطباء وحتى علماء الرياضيات، أيضا علماء الفلك ويعني العلماء بصفة عامة. سبحان الله حتى من أنا وصغير دائما كل ما أشوف طبيب وجهه ما أعرف ليش منور، أو أحب الأطباء ما أعرف. وهسه نشوف الفيديوهات اللي نزلناها. فالعلماء لما يدرسون هذا الإنسان المخلوق الغريب العجيب اللي بداخله مليارات الشغلات اللي كلها مترابطة ببعضها، اللي كل واحدة كل جزء كل خلية شغلات غريبة عجيبة يعني واو. أنا طبعا حاليا دا أدرس هذه الشغلات ودارسها أساسا، أو اللي يدرس الكواكب ويشوف عددها بالمليارات وشلون أيضا مترابطة وشلون كل واحدة بها خصائص ومميزات وأشياء غريبة عجيبة، رأسا يتأكد ويعرف أنه أكو خالق، بس طبعا ما يصير مسلم أو يصير مسيحي أو يجي، بس أنه يعرف أكو خالق ويخشى الله يخشى الله. وبالمناسبة معنى كلمة مسلم هو الخضوع لله سبحانه وتعالى. هسه جيب طفل مثلا بدون دين، طفل مسيحي، طفل هندوسي، طفل يهودي، كلهم حط كل واحد بيهم بجزيرة على انفراد ببحدة جزيرة مهجورة، كل واحد بيهم راح يصير مسلم، ولذلك كل واحد ينولد هو مسلم، بس انه مو الاسلام يعني كدين، الاسلام انه يعني الخضوع لله، الخضوع لإله واحد، عرفت شلون؟ فكل واحد بيهم لما راح يعيش على هاي الجزيرة المهجورة ببحدة مثل نبي الله ابراهيم اللي هو عرف انه اكو اله، قال لهم انتوا جايين تعبدون هاي الشغلات الاوثان وحطمها طبعا اذا تعرفون هاي القصه، ولما هم يعني حاولوا يحرقوه ما قدروا. على كل إن هذا الشخص لما راح يعيش على هاي الجزيره المهجوره ويشوف هذه الحياه ويشوف هاي الطبيعه ويشوف هاي الحيوانات ويشوف هاي الشغلات، اكيد راح يعرف انه اكو شخص او سبب بايجاده، اكو سبب بايجاد هاي الجزيره، اكو سبب لخلق هذه السماء، لخلق هذه الشغلات الغريبه العجيبه، اكو اله، فلذلك يصير مسلم يعني خاضع لله او يعرف انه اكو اله. وهي سيارات حديثة ما بيها تدفئة حتى مال الكرسي، بس سالونا بيها تدفئة مال الكرسي، تضغط هذا هسه يبدي التدفئة تطلع مننا. وصار الصبح وخلصنا شغل وقت المكياتو. هذول الاثنين بدولار ونص، شايفين شلون؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. My life's gone through the mud.
جسم الإنسان مكون من المواد الكيميائية هذه 65% أكسجين 18% كربون. واو معلومات حلوة الصراحة. الكلمات اللي تبدي ببري ما تخلص، وكل كلمة من هاي الكلمات لها اشتقاقات ومعاني أخرى. بريتي يعني جميل، بريتي هاوس يعني بيت جميل، أخوان عمر زكي سو بريتي، أنتوا كلش حلوين. بريتند يعني يتظاهر أو يسوي نفسه. I'm pretending to the people on YouTube that I am so good person. أنا أتظاهر للناس في اليوتيوب أني إنسان جيد جدا. مثلا pretend you are a snake, what you are gonna do؟ تخيل نفسك أنه أنت أفعى، ماذا ستفعل؟ protest يعني مظاهرة، مثلا فلسطين بروتست، مظاهرة فلسطين. القدس عاصمة فلسطين مو عاصمة إسرائيل، وطول عمرها ما راح تصير عاصمة إسرائيل، مستحيل. prevail يعني sad، مثلا the sickness prevail in Texas، أعتقد تيجي هيجي يعني أنه المرض انتشر بتكساس. private يعني خاص، يعني private security، security خاص مثلا. obvious يعني واضح، يعني this private security is obvious word، يعني كلمة واضحة، واضح obvious يعني في شيء مبين معروف. prescription يعني وصفة، مثلا the prescription of my drug يعني وصفة الدواء مالتي. pregnant يعني حامل، pregnancy يعني فترة الحمولة على ما أعتقد. prefer يعني أفضل، مثلا I prefer أخوان عمر زكي over all the YouTube people، يعني أنا أفضل أخوان عمر زكي على كل الناس باليوتيوب. pressure يعني ضغط، وتجي أيضا ضغط نفسي، pressure من نفس، تجي ضغط تاير أكثر شيء طبعا أو ضغط هواء. فمثلا my tire pressure today was too low so I changed the tire، غيرت التاير مع سيارتي لأنه الضغط كان كلش قليل أو ماكو هواء. يعني precise هاي كلمة كلش مهمة، أحسن يعني أنه هواي الأمريكان يستخدموها وقليل العرب يعرفون هاي الكلمة. precise يعني دقيق، اليوم شرحنا الفار precisely بدقة هيجي كل شيء شرحنا. مثلا أما premium يعني استثنائي أو في شيء أفضل، مثلا سموه أكو نفط أو غاز لما نتعبي أكو premium لأنه هذا شوية أفضل. وآخر كلمة premier يعني تجي رئيس، تجي أول، تجي الأفضل، تجي الأحسن، يعني كلمة أنه في شيء هذا زين. مثلا أدوبي premier هذا البرنامج مال مونتاج، يعني انه هذا البرنامج بريمير يعني كلش قوي، انه من افضل البرامج، هيك قصدهم. هدفي انه تستفادون. هواي اشخاص قالوا لي عمر ارجع للفيديوهات اللي تحكي بها عن فيديوهات انت تشوفها يعني رياكشن. فاليوم راح نشوف فيديو الخليل كوميدي، اوكي، ده يرد على سوار شايب، فخلينا نشوف ايش قال. شفته للفيديو كله ممل طبعا، فانا اختصر لكم الموضوع انه الخليل كوميدي قاعد ينكت في الفيديو طويل ممل، قاعد يحكي انه همنا ما محضر الى ما اعرف الاسئله، ولما اخذوا الفندق قالوا لا تحاتي لا تخاف، وكل شويه ما حضر نكت خطيه ولا حضر تقليد اصوات الله خطيه، ايش قد نقار تعلف. وبالمناسبه انا احب الكل، انا ما اكره احد، فيعني لما اضحك على احد او احكي على احد اعرف انه انا مجرد عشاق، انا ما احقد على احد الحمد لله. على كل ف انه ما محضر الاسئله، وما قالوا له على اساس ما كنت تحت الطاوله، وطلع كنت تحت الطاوله، ومن هالسوالف. كل ما واحد يستضيفه ببرنامج سوار شعيب هم انا يطلع ويحكي هذا الحكي نفسه، ويمكن على مود يشترى اكثر، ما ادري شنو السبب، بس هذا كان الموضوع. وهم سوار شعيب انه على اساس حكي على صدام، الفيديو انتم تقدرون تشوفوه، انه يعني لما استضاف هذا صاحب زلزله، ما ادري شل سلسلة زلزلة، ما أدري إنه شيء زلزلة، ما أدري شيلة زلزلة، وسأله عن صدام إذا تحبه أو لا، قال له إيه أنا أحبه لشجاعته وقوته. وبعدين قال له وشنو وش بي إنه أنت تحبه، ما أدري شلون ما شفت الفيديو بالضبط ما أتذكره. فإنه على أساس سوار شعيب هم يستهزئ بصدام ويستهزئ بالعراقيين. I really don't care about anything، وأدري إنه سوار شعيب يمكن مو قصده أكيد، يعني ما يحتاج، يعني اكثر الناس عاده يكون مقصدهم على فتشي، والناس ياخذوها بطريقه ثانيه او بتفكير ثاني. ما اطول عليكم، هنا كانت نهايه بلوجنا هذا، مستمرين ونحو الافضل 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 الافضل. اسعد نفسك واسعد نفسك واسعد نفسك، ويا نشوفكم على خير باذن الله. لا تنسون قناه شو اسمه صديقنا المنشد، هنا أنا راح تطلع وش اسمه رابطها اسفل الفيديو، صوته كلش حلو ان شاء الله. قلت لكم انا شي راح نصير نستخدمها في فلوجاتنا. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.